السلام عليكم. مجددا تعود تعز ليوميات الفاجعة التي لم تتوقف منذ الانقلاب والاجتياح، حيث تعيش المدينة منذ الصباح الباكر ذعر القذائف التي سقطت على رؤوس الأطفال والنساء في الأحياء السكانية المكتظة، وخلفت العديد من المحمولين على الأكتاف بين قتلى وجرحى. شهدت المدينة قصفا مكثفا من قبل ميليشيا الانقلاب على حي الضبوعة وساحة الحرية، أسفر هذا القصف عن العديد من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال. وبحسب شهود عيان، فإن الميليشيا الانقلابية نصبت مدافع هوزر في مناطق متفرقة شرق تعز، وحشدت آليات إلى تبتي سفتيل والسلال ومواقع في الحوبان. على الصعيد العسكري والميداني، تشهد المدينة اشتداد المعارك في محيط معسكر التشريفات في ظل غياب الإسناد الجوي من مقاتلات التحالف بحسب مراقبين لسير المعارك هناك. وبحسب متابعين، فإن جدل البيانات بين الأحزاب السياسية وقيادة المحور والحديث عن السلطة المحلية يظهر إلى السطح بين فترة وأخرى في مشهد أشبه ما يكون بالمهاترات الدائمة بين النخب الحزبية والعسكرية، والتي يبدو أنها لا تتفهم حساسية المرحلة الصعبة التي تمر بها تعز. وهنا نتساءل مشاهدينا الكرام، لماذا لم تستوعب النخب الحزبية والعسكرية حجم ما تتعرض له تعز من جرائم وتنكيل بحق المدنيين، وتكن بحجم كفاح وتضحيات أبناء المحافظة؟ ماذا يعني الصراع على بقايا سلطة محافظة ممزقة ومحاصرة بينما تغرق النخب في الفتات وتغرق المدينة في القذائف؟ هذه الأسئلة مشاهدينا سنحاول إجابة عليها في حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. تعز بين الجرائم المنسية وصراع النخبة الحزبية والعسكرية، تبدو قلب ثورة فبراير وحيدة بين مطرقة دبابة سوفتيل وسندان التلاسنات والبيانات بين النخب الحزبية والنخب العسكرية في تعز المحاصرة. الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين مؤخرا يتم تدوينها في سجل النسيان للجهات المعنية بالشأن المدني والإنساني، التي تبدو معصوبة العينين إزاء ما يحدث من جرائم بحق المدنيين في مدينة مكتظة بالسكان والقذائف. بحسب مصادر ميدانية، فإن 14 قتيلا و57 جريحا أغلبهم أطفال سقطوا يومنا هذا جراء قصف الميليشيا لأحياء المدينة بالقذائف، وسط صمت مطبق من قبل المنظمات المحلية والدولية. لا حماية مدنية لأحياء المدينة، ولا سبيل للحياة في الأحياء التي تنتظر الموت القادم على هيئة شظايا من قذائف، ولا تحركات عن حسم عسكري يخلص المدينة من الإرث القادم من الكهوف. جدل البيانات بين الأحزاب السياسية وقيادة المحور والحديث عن السلطة المحلية هو الآخر يبرز كعبء مضاف إلى أعباء تعز، التي تبدو كصدر تجري فيه العديد من أنفاس حرية والعديد من صخور تجثم على ذلك الصدر الجريح والمثقل. لم تستوعب النخب الحزبية والعسكرية حجم ما تتعرض له المحافظة من جرائم وتنكيل بحق المدنيين، وتتركهم دون ما إسناد، وهم الذين نالوا صنوف الانتهاكات وجرائم حرب مستمرة منذ نحو 3 سنوات. الأطراف المعنية لسان حالها العيش في دوامة التقاسم والتهافت على السلطة باعتبارها غنيمة وليس مجالا لخدمة المواطنين، فيما يرجح مراقبون أن الأمر له علاقة بمحاولة إفشال جهود السلطة المحلية وخلق انقسام تغذيه أطراف محلية وأقليمية بعينها. بحسب متابعين، فإن بعض النخب الحزبية والعسكرية تبرز كحصار إضافي إلى جانب الحصار الأساسي منذ الانقلاب والاجتياح، بينما تغرق تلك النخب في مستنقع البحث عن فتات نصف سلطة في محافظة ممزقة ومخهورة. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب المحلل السياسي نبيل البيضاني من السويد، وسينضم معه آخر عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء الخير أختي، وشكرا للاستضافة. أهلا بك معنا أستاذ نبيل. بداية، يعني جريمة مدوية بحق المدنيين في تعز سقط من خلالها العديد من المدنيين بين قتلى وجرحى يومنا هذا، كيف تتابع الوضع في تعز؟ لا شك أن الوضع مؤلم جدا، وخصوصا أن الحرب لم تنتهي حتى اللحظة، وحتى الآن النفوذ الدولي يلعب في اليمن، ولا يوجد أبدا صوت لهؤلاء الضحايا. للأسف الضحايا أقل صوتا في المشهد عموما،
المنظمات الدولية لا تتطرق مطلقا لهذه الانتهاكات إلا من الناحية السياسية. ستجد أنه فقط في شهر 3 وفي شهر 9، هذه الأشهر التي ينعقد فيها المجلس حقوق الإنسان في جنيف، ستتحرك بعض القضايا من أجل فقط المنظر الإعلامي، لكن الأرض ستظل المشكلة مثل ما هي. والسبب بلا نقاش العملية السياسية المتوقفة حتى الآن وتدخلات النفوذ الدولي والعديد من القضايا. حتى الآن اللاعبين السياسيين للأسف على الأرض لا يستطيعوا أن يتحدثوا باسم الإنسان، ولا يتمكنوا حتى اللحظة من الحديث باسم الضحايا، بل لا يعرفوا حتى كم عدد الضحايا الذي يقتل يوميا. أنا سأتمنى أن تذهبوا لأي سياسي تتحدثوا معه أو تستضيفوه وتسألوه كم عدد الضحايا الذين سقطوا اليوم على سبيل المثال. وهذا للأسف هذا المشهد عموما بعدم النظر إلى هؤلاء الضحايا كقيمة جعل الوضع جدا مأساوي على المدنيين في تعز، ولذلك لن تتحرك مطلقا هذه القضية إلا بتحرك سياسي إقليمي أو بتحرك سياسي آخر وطني، لكن على المستوى الوطني هو متوقف. نعم أستاذ نبيل، ما زلت معنا؟ لا بس سنحاول معاودة التواصل بك أستاذ نبيل. لا يخفى عليكم مشاهدينا الكرام أن حدة القذائف ازدادت هذه الفترة، وسؤال الأبرز هو لما بهذه الفترة بالذات عادت القذائف بهذه القوة، خاصة يعني بالتزامن مع زيارة ولد الشيخ لصنعاء الذي يعني ربما أبرز نقطتين أراد التحدث فيهما هو فتح مطار صنعاء وعدم تحرير مدينة الحديدة أو ميناء الحديدة، متجاهلا تماما ما يحدث في تعز. هذه النقطة أثارت العديد من التساؤلات أمام الرأي العام، لماذا تعز دوما منسية سواء من التحالف سواء من مجلس الأمن ومبعوثه أو حتى على مستوى الشرعية؟ تعز دائما تأتي آخر الأرقام، وللأسف الشديد كما تفضل الأستاذ نبيل أن صوت الضحايا هو الأقل وهو ربما الأقل يعني استماعا بالنسبة للمجتمع الدولي والحقوقي، ولكنه للأسف الشديد الأكثر اتساعا في الأرض وعلى مدى عامين تقريبا يخوض أبناء تعز قتالا داميا وحصارا يعني معتادا من الميليشيا، لا رحمة بالأطفال. الصور التي يعني وردت اليوم جدا مؤلمة وجدا مؤثرة، بطبيعة الحال لا نستطيع نشرها ولكن لابد أن العديد يعني اطلع عليها. إذا ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ توفيق الشعبي المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني من تعز. مساء الخير أستاذ توفيق. أستاذ توفيق هل تسمعني؟ نعم ألو. مساء الخير أستاذ توفيق. يا مساء النور. إذا بداية أستاذ توفيق يعني حدثنا عن الجريمة التي حدثت اليوم، أبعادها وإلى أي مدى وصل الحال بالميليشيا الانقلابية بقصف المدنيين العزل. أقل ما يمكن أن يقال أنه منذ 3 أيام تشن هجمات ممنهجة على الأحياء المدنية تستهدف الأحياء المكتظة بالسكان والأكثر كثافة سكانية، لا تستثني أحدا. سقط اليوم ما يقارب 7 ضحايا مدنيين وأكثر من 15 مصابا، أغلب الضحايا هم من الأطفال والنساء جراء تساقط القذائف المتوالية على الأحياء السكنية، الضبوعة والسواني وباب موسى، سوق الخضروات ومناطق عديدة أخرى. ما زال القصف حتى هذه اللحظة مستمر على المدينة. بالأمس وقبل أمس كذلك كان هناك أكثر من 10 ضحايا مدنيين وأكثر من 20 مصابا أيضا، بينهم أطفال ونساء. هذا الاستهداف الممنهج والهجمات الممنهجة والمتعمدة على الأحياء المدنية هي انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان. لعل كلما باحت أو كلما بدأنا نسمع عن حالات عودة للتفاوض أو مساعي المبعوث الأممي تقابل هذه المطالب أو هذه الجهود بقصف وانتقام من المدنيين
في محافظة تعز وفي مدينة تعز بالذات. لا يوجد أي مبرر أو أي مسوغ لهذه الهجمات المستهدفة والممنهجة على الأحياء المدنية والتي يروح ضحاياها أطفال ونساء ومدنيين عزل. الهجمات تسقط على أحياء بعيدة عن خط الاشتباك ولا يوجد فيها أي تواجد لأي مسلحين أو لأي آليات عسكرية أو معدات حربية، مما يؤكد أن هناك تعمد وتقصد من قبل قوات صالح المنشقة ومسلحي الحوثي على استهداف الأحياء المدنية وقتل المدنيين بشكل مستمر. نعم أستاذ توفيق، ابقى معنا، سأعود إليك بعد أن يعني ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عارف جامل وكيل محافظة تعز من تعز. مساء الخير أستاذ عارف. مساء الخير والعافية أختي العزيزة. أهلا بك أستاذ عارف. يعني عادت ميليشيا الحوثي وصالح بقصف شديد خلال الأيام الماضية يعني باستهداف ممنهج وللمدنيين، كيف تعلق على هذه الجرائم؟ يا أختي العزيزة، عصابة الحوثي المخلوع هي تقصف مدينة تعز وتحاصيلها منذ أكثر من عامين. هذه ليست بغريبة على هذه العصابة الإجرامية. منذ يومين زرنا العديد من المستشفيات، هناك جرحى وعشرات الجرحى من الأطفال وقتلى من الأطفال والنساء. هم عندما يغتاظون، عندما يسطروا الأبطال في الجبهات أروع البطولات ويتقدمون فهم يحاولون قصف المدينة بشكل عشوائي. هذا القصف طبعا هو قصف عشوائي ممنهج ومقصود. احنا طرحنا في اكثر من لقاء ان ما يقوم به عصابة الحوثي من عملية الحصار وعملية القصف ليس بحد الصدفة، انما هو ممنهج ومقصود. هم يقتلون الابرياء والاطفال ويعلمون ان المجتمع الدولي صامت وان المجتمع الدولي لا يعير هذه الاجرام وهذا القتلى وهؤلاء الاطفال اي اهمية. تعز تحاصر منذ اكثر من عامين وهم يعلمون كل هذه المعاملات وكل هذه الطرق الغير انسانية ومع ذلك يتساهلون معهم. فكما قلت لك ليس غريبة على هذه العصابة عملية القتل الممنهج لأبناء تعز، لكن بالتالي تعز كسرت حصارهم. تعز استطاعت أن تتعايش مع هذا الوضع الظالم اللي تمارسه هذه العصابة وعصابة المخلوع بفضل الأبطال المرابطين في الجبهات والدماء التي تسقط هي دماء شهداء والجرحى. كل هذا هو في صدور أبناء تعز. نعم. إذن أستاذ عارف، يعني طبيعة السؤال تفرض نفسها، لماذا إذن يرتفع صوت الصراعات بين النخب في تعز في ظل كل هذه الأوضاع الدامية يعني التي يعيشها أبناء تعز خلال العامين الماضيين؟ أي صراعات تقصد أختي العزيزة؟ يعني البيانات التي تنشر من قبل يعني الأحزاب السياسية الموجودة، الاتهامات أيضا، هناك تهمة موجهة بالانقلاب على محافظة تعز الأستاذ علي المعمري، يعني ليست ربما خفية على أحد. يا أختي العزيزة، إذا أردت أن أجيب إجابة صحيحة فأعطيني المجال أتكلم بحقيقة ما يحصل. يعني المجال لك، المجال هناك لك. هناك إشكالية حقيقية ربما في الأحزاب أنفسها. يعني الآن الأحزاب هي كذبت الكذبة ثم صدقت نفسها بأن هناك انقلاب، وهناك هذا الكلام عارم عن الصحة، لا يوجد انقلاب. المشكلة تكمن في حقيقة الموقف، هو استمرار الأخ علي المعمري كان في عدن وإدارته للمحافظة من مدينة عدن. هذه كانت مشكلة حقيقية تواجه مدينة تعز، والأسف الشديد أن الأخوة في الأحزاب تعاطوا مع هذه القضية وأكدوا على مسألة أن يظل الأخ المحافظ يدير المحافظة من داخل عدن. نحن حرصنا في مدينة تعز على أن ندير العملية وعلى نعيد سعادة مؤسسة الدولة، والأسف الشديد عندما غادر المحافظ إلى سافر خارج الوطن، عملنا على أن يكون هناك عمل مؤسسي. حرصنا على أن يقوم الأخ المحافظ بتفويض صلاحيته لأحد الوكلاء، وكان هذا بالجلوس مع الأخوة في الأحزاب والقيادات المعنية بأنه لابد، وهذا إجراء قانوني معروف ومتعامل به ومتعارف عليه من سابق. نعم. أن الأخ المعارض في حالة سفر لا بد من يفوض أحد الوكلاء. بالتالي تم الاجتماع مع الأخوة الوكلاء على أن يتم يعني توزيع المهام الموجودة بين الوكلاء، لكن احنا رأينا أنه لا بد أن تكون هناك المؤسسة أو اللجنة العليا للجنة الأمنية تكون حاضرة في هذا الموقف. تم الجلوس مع الأخوة في اللجنة الأمنية وتم مناقشة هذا الموضوع. حصل إشكالية، ربما أحد الأخوة أحد الوكلاء الأخ رشاد
استشعر أن هناك انقلاب، لم يكن هناك انقلاب مع انقلاب، إنما كانت هناك رؤية بمسألة أنه يتم ملء الفراغ حتى عودة الأخ المحافظ للسبب، كون الأخ المحافظ لم يفوض صلاحيته بحسب القانون لأحد الوكلاء، لأنه في الأخير احنا حريصين في تعز على أن تتوحد القرارات، حريصين على أن يكون هناك شخص تعطى له الصلاحيات الكاملة بحيث يمارس ممارسة الدولة. طالما وقد ارتئينا أن عبر السلطة المحلية وارتئينا أن تكون هناك دولة، فبالتالي لابد أن يكون هناك قيادة واحدة تأخذ في يدها جميع القرارات. للأسف الشديد تم الترويج فيما بعد، طرف يقول أن هناك انقلاب وطرف يقول أن هناك شرعية، بالعكس لا يوجد لا انقلاب، إنما هذه في الأخير هي مشكلة حزبية. هذه هي حقيقة الموقف، أن مشكلتنا في تعز في الأخير هناك تضارب ومصالح معينة في الأحزاب. الأخ المحافظ مع احترامي الشديد خضع للابتزاز الحزبي عندما خضع في مسألة توزيع المناصب والمكاتب من خلال محافظة حزبية، وهذا كان خطأ فادح. هذا خلق هناك إرباك وهناك تضارب على هذه المناصب، كوننا في حالة حرب، نحن نعيش حالة حرب حقيقية، وبالتالي بالمسألة مسألة أن يكون هناك توزيع لمناصب معينة هذا خطأ فادح. نحن حريصين على استكمال عملية التحرير، وحريصين على مسألة استعادة مؤسسة الدولة من خلال تقوية المؤسسة الأمنية. ما لم يكن هناك مؤسسة أمنية قوية فلا معنى لسلطة محلية ولا معنى لمؤسسات ومكاتب أخرى تفتح. نعم، إذا يعني اتضحت الفكرة التي تود إيصالها أصلا. هذا اللي نحاول نؤكده. نعم. أنه لا توجد مسألة انقلاب ولا يوجد أي مسألة، إنما هي بالأخير هناك مشكلة. نعم، هذا الخلاف، لكن هذا الخلاف أستاذ، يعني الخلاف البسيط الذي تتحدث عنه يعرقل الكثير من الأمور. دعني أنقل هذه الفكرة لضيفي عبر الهاتف الأستاذ توفيق الشعبي. أستاذ توفيق، يعني ربما سمعت لحديث الأستاذ عارف، ما مدى قانونية يعني أن يتم اختيار من ينوب عن محافظ المحافظة بالشكل الذي طرحه الأستاذ عارف؟ استمعت أنت إلى حديثه. أولاً أقول بأنه ما حصل هناك لبس كما أوضح الأستاذ وكيل المحافظة عارف جامد حول الآلية أو الوسيلة التي بموجبها يتم تفويض الصلاحيات المحافظ الذي غادر البلد وهو بالفعل يعني غائباً عن إدارة شؤون المحافظة. وكان من هناك اختلاف في وجهات النظر في الآلية التي بموجبها يتم تفويض صلاحيات المحافظ إما لأحد الوكلاء أو من رأى أن يكون قائد المحور أو قيادة المحور حاضرة بهذا الموضوع. نعم. بالتأكيد نحن نؤكد أن ونشيد وأدعو وكلاء المحافظة إلى استمرار جهودهم في توزيع المهام فيما بينهم والخروج برؤية موحدة لكيفية إدارة السلطة المحلية في غياب المحافظ، مع التنسيق مع الجانب الأمني واللجنة الأمنية وقيادة المحور من أجل تضافر الجهود وتكاتفها من أجل تحقيق مصلحة هذه المدينة وأبنائها، سواء فيما يتعلق بإدارة الشؤون الإدارية للمحافظة أو بإدارة والجانب الحربي. نعم أستاذ توفيق، يعني ربما بيان الناصري الإشكالية، أن نقف على الإشكالية الحقيقية وهي غياب المحافظ وعدم تفويضه صلاحياته لأي من الوكلاء أو التصرف وفقا لقانون السلطة المحلية والصلاحية الممنوحة للمحافظ بأن يعمل على توزيع وتقسيم المهام بين الثلاثة الوكلاء داخل المحافظة في حال غيابه أو في حال استمرار غيابه خارج هذه المحافظة. نعم أستاذ توفيق، نعم نحن أمام إشكالية قانونية. التداعي أو التناول الإعلامي أو التعامل بانفعال زائد فيما يتعلق في هذا الأمر من جانب الإعلام أمر غير صحيح. أستاذ توفيق، الانفعال لم يأتي من الإعلام. اسمح لي أستاذ توفيق، الانفعال لم يأتي من الإعلام، الانفعال أتى ربما من بيان الناصري الذي كان منفعلا أكثر من طرحنا لمناقشة هذا الموضوع، وكان بيان حاد اللهجة. كيف تعلق؟ لا، بيان التنظيم الناصري تحدث بشكل واضح وبشكل صريح بعيدا بأن هناك مشكلة وخاف، وكان هناك توقف بالفعل من عودة قيادة المحور أو من رؤية قيادة المحور بأنها
ستعمل في حال عدم تفويض المحافظ لصلاحياته على تفويض الصلاحية، وهذا قانونا لا يجوز لقيادة المحور وفقا للدستور ووفقا لقانون السلطة المحلية، لا يمنحها الحق في أن تنصب نفسها بمجال من يفوض هذه الصلاحيات. ولكن بيان التنظيم تطرق صراحة إلى أن المشكلة تكمن في غياب المحافظ، والذي طالبوا برئاسة الجمهورية بتغيير هذا المحافظ وعمل حل لهذه الإشكالية التي باتت بالفعل تؤرق كثير وتضعف من جهود السلطة المحلية واللجنة الأمنية وقيادة المحور في إتمام مصلحة هذه المدينة. هناك كان نقطتين واضحتين، بأنه لا نقبل أن تتبوأ قيادة المحور مهام التفويض خلافا للدستور والقانون، كما نطالب رئاسة الجمهورية والحكومة بالوقوف إزاء استمرار غياب محافظ المحافظة عن المحافظة وتعيين بديل. نعم. النقطتان واضحتان أستاذ توفيق. نعم، شكرا جزيلا لك توفيق الشعبي المدير التنفيذي المركز القانوني اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ عارف، استمعت لحديث الأستاذ توفيق، أسألك عند النقطة يعني هل هذه الإشكالات ما زالت مستمرة في حيال غياب المحافظ؟ ربما الجميع اتفق أنه لابد من عودة المحافظ بخلاف حزب أو بيان الناصر الذي طالب بتغييره، بقية البيانات أيدت يعني وقوفها معه ولكنها طالبته بالعودة للداخل، وهذا ربما ما تتفقون عليه جميعا. إلى أين وصلتم في هذه الإشكاليات؟ قلت أن الأحزاب اتخذت كذبة وصدقتها، لا يوجد هناك انقلاب ولا مسارات، هذه كلها تصارعات حزبية. أنا أتحدث عن الأخ عندما طرح الأخ توفيق أنه أيضا الأخوة الوكلاء يتحدثون على الجانب القانوني، لا يكون هناك جانب قانوني، أن الأخوة الوكلاء يجتمعون يفوضوا أنفسهم. لكن أنا أقصد بالأخير أنه كانت اللجنة الأمنية بحكم الله هي لم تكن تفويض، إنما كان في ظل أن الأخ المحافظ ترك فراغ معين، كان اجتماع اللجنة الأمنية جانب قانوني. بالأخير اللجنة الأمنية تعتبر هي مؤسسات الدولة الرئيسية، وتعتبر هي أعلى سلطة في داخل المحافظة، وهي لم تقم بتوفيض صلاحيات المحافظ، وإنما أن يقوم شخص، يعني إذا ترك فراغ معين أن يكلف شخص معين، وهؤلاء هم بالأخير رجال دولة من قائد قادة ألوية. بالعكس هؤلاء هم في حالة لكن اسمح لي أستاذ عارف، أستاذ عارف يعني في قانون السلطة المحلية لا يحق لسلطة عسكرية أن تقوم بتغيير سلطة مدنية، يعني السلطة المدنية تأتي من رئاسة الجمهورية. عفوا شغل، عندما نتحدث على القوانين نحن لسنا في حالة الوضع المستقر والمستمر، نحن نتحدث عن حالة حرب. يفترض أن يكون هناك مجلس عسكري يدير المحافظة، إذا أردنا أن نتكلم بشكل قانوني ومنطقي ومعروف يفترض أن يكون هناك مجلس عسكري وليس هناك سلطة محلية. نعم، إذن سؤالي أستاذ عارف يعني أين الحكومة مما حدث؟ أين رئاسة الجمهورية مما حدث؟ أليست هي المخولة؟ يعني أنا لا أدافع عن أحد، ولكن أقول لك أنه اللجنة الأمنية عندما اجتمعت هي لا تأخذ صلاحية المحافظة، إنها تكلف شخص بالقيام بمهام المحافظ حتى عودته، هذا طبيعي. يعني أنت إذا ربما لابد أن تملأ الفراغ بشيء معين بأحد الوكلاء بغض النظر كان فلان أو علان. فأنا أقصد في الأخير هي المشكلة حقيقية في غياب المحافظ. نعم، غياب المحافظ نحن دعيناه منذ أول يوم أن يعود لممارسة عمله. المحافظ للأسف الشديد يرتكب خطأ كبير عندما اتخذ من مدينة عدن مقر لإدارة تعز، وارتكب خطأ أكبر عندما غادر المحافظة وعندما غادر اليمن ولم يفوض صلاحيته لأحد الوكلاء. هذه هي مشكلة حقيقية يجب أن نقف أمامها. نعم، إذن يعني دعني أغير السؤال، يعني الإشكالية الحقيقية التي تحدثت عنها ما هو الحل لها حاليا؟ يعني هل تم التواصل مع رئاسة الجمهورية؟ مشكلة يا أخي، إحنا ندير المحافظة، إحنا أدرنا المحافظة. نعم، أنت ما قلت أنها الإشكالية الحقيقية في غياب المحافظ لما قلها أنا. أنا أقصد عندما طلبنا بصلاحية المحافظ كان الغرض الرئيسي لتوحيد القرار، بمعنى أنه في الأخير هذا وكيل وهذا وكيل وهذا وكيل، كان يفترض وإلا في الأخير هناك مهام والعمل يسير على ما أحسن ما يرام، ولا توجد إشكالية. إننا الأخوة في الأحزاب هم من صعدوا الموقف وهم من عملوا أن هناك انقلاب وهم من قالوا تأييد، ما يعني أنا أستغرب من هذا الكلام أن هناك انقلاب. هذه مشكلتنا في تعزيز المشكلة الإعلامية، هذه مشكلة حقيقية.
الترويجات الغير صحيحة، التعاطي مع القضايا بهذه الصورة السلبية. أستاذ عارف يعني دعني أؤكد لك، اسمح لي فقط يعني منحتك الكثير من الوقت، اسمح لي أن أوضح، نحن لم نتعاطى معها كإشكالية، نحن تعاطينا مع بيانات لأحزاب تم إصدارها، لم نتعاطى مع مجرد إشاعات. والفكرة الأساسية التي نريد إيصالها، في حال يعني المدنيين يقتلون ويتم القصف، هناك يعني مجاذبات سياسية لا داعي لها في هذا التوقيت، وربما أنت تكرر بذاتك يعني أن هناك إشكالية صغيرة، مجرد أن أسألك عليها تقول لا، لا يوجد مشكلة. يعني أنا أسألك يعني أنتم الآن تديرون المحافظة، هل تم التواصل مع السلطة الشرعية لحل هذه الإشكالية نهائيا، إما الفرض على المعمري أن يعود لتعز ويعني يديرها من هناك، أو تغييره؟ هذا هو السؤال. شيء يخفى على السلطة الشرعية، ربما كل ما يدور في تعز يوصلهم وهم يعلمون حقيقة الموقف، لكن الأمور في تعز الأمور خطيرة، الوضع الأمني خطير، الوضع الجيبة خطير، الأمور لا تحتمل المجاملات ولا تحتمل الاعتبارات ولا تحتمل الحزبية، الأمور بحاجة أن نكون صادقين في اتخاذ القرار بغض النظر من كان، كان المعمري ولا كان، نحن لسنا ضد المعمري، نحن من أول يوم نطالب المعمري فقط في الدخول وممارسة عمله، لكننا ضد المعمري كشخص، هذا غير صحيح. نحن كنا معه في أول يوم عندما تم تعيين المعمري، كان في عليه إجماع وكنا موافقين، لكن الخطأ كان عندما اتخذ من مدينة عدن إدارة لمدينة تعز، هذا كان خطأ. الخطأ أن يستمر محافظ معين لأكثر من عام خارج مدينة تعز، نعم، وهذا ما نتفق عليه جميعا أستاذ عارف، نحن عندما لسنا توزع المناصب والمكاتب محافظة حزبية بين الأحزاب، هذه مشكلة. نحن لسنا ضد هذه الفكرة، على العكس، نحن دائما نقول عودة الحكومة بأكملها للحكم من الداخل، عودة المحافظين للحكم من داخل المحافظات، وربما نشد على محافظ محافظة تعز علي المعمري بالعودة سريعا لحل الكثير من القضايا العالقة في تعز. شكرا جزيلا لك أستاذ عارف جامل، وكيل محافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أستاذ نبيل البيضاني، عدت إلينا عبر سكايب، سأستمع إلى تعليقك لما سمعته من السادة الذين كانوا معي عبر الهاتف، أستاذ عارف جامل وأستاذ توفيق الشعبي، ولكن اسمح لنا بعد هذا الفاصل. لم يبق خبث فيه إلا طالها، ماذا تبقى في يديه حيالها؟ ذاك الذي ليس جديدا قبحه، حمل الجرائم كلها وأتى لها، وهو الذي يدري بأن عبوره لا لن يكون بقتله أطفالها. أطفالنا ليسوا حصون تعزنا، أفلا أزحت إن استطعت جبالها؟ يا أنت يا من لست شيئا، إنها لا شيء يعلو أهلها فينالها. من جردتك من المنام؟ وإن غفوت فزعت حين رأيتها ورجالها. من زعمتك ويوم شاءت أسقطتك، وليس رأسك ميتا إلا لها. أهلا بكم من جديد. أستاذ نبيل، استمعت لحديث الأستاذ عارف جامل، كيف تعلق عليه؟ بصدق ما أرى هي تراجيديا مؤلمة جدا، يعني كأنك تري اثنين في طائرة والطائرة تسقط، وهم كل واحد يتضارب مع الثاني على مقعد. هذه تراجيديا جدا مؤلمة، لكن أنا هي جزء من هذه النخبة السيئة، النخبة التي لم تستطع أن تقود ولم توصل أبدا إلى حل هذه البلد، هي جزء أيضا من ارتباط بالخارج، ارتباط. لكن أليس أيضا جزء فيه مصداقية أنه كيف يظل هناك فراغ في السلطة، في السلطة المحلية في تعز في ظل هذه الأحداث؟ أنا أولا لا أدافع عن المحافظ، بل أنا أجرمه هنا، لكني في الاتجاه الآخر أسائل الوكيل وأسائل الوكلاء وأسائل أيضا الآخرين في الأحزاب السياسية، لماذا لا يتحدثوا عن رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء؟ لماذا لا يقوموا بالتساؤل عن الوزراء الآخرين من ذات أحزابهم؟ يعني نسأل الناصري في هذه اللحظة أين يكمن؟ أين يجلس الآن الوزير الخارجية وعن أداء مهامه؟ الوزير الإصلاحي الآن مثلا في الكهرباء، ما هي مهامه؟ الوزير الآخر في أكثر من اتجاه في أكثر من وزارة، لا نجد مطلقا عمل حزبي أو حتى مسؤولية ذاتية لأي حزب سياسي.
هذه جزء من التراجيديا، وحقيقة هذه جزء من اللعب بقوة الناس والأبرياء. لا أصدق مطلقاً، أنا أحترم من أمامي وكذا، لكني لا أصدق مطلقاً هذه الهتافات بالقانونية والإجراءات وكذا. هذه كلها لا تعني شيئاً. الوضع الآن أن هنالك ناس يقتلوا على الأرض، وأن هنالك محافظ خارج المحافظة، وأن هنالك وكلاء يحاولوا أن يأخذوا موقع سياسي، وفي الاتجاه الآخر أيضاً أحزاب سياسية تبحث عن حصة في المشهد عموما. نعم، هذه الإشكالية التي ذكرها الأستاذ عارف، يعني فكرة المحاصصة التي لا زلنا يعني نجني سوءها حتى اللحظة، والتي ما زالت مستمرة، يعني يتحدث عن تعيينات خارج طرق القانون، ولكنها يعني ربما للمحاصصة ولإرضاء الحزب الفلاني وما إلى ذلك. يعني في كل هذا الصراع، في كل هذه الدموية، في كل هؤلاء المدنيين الذين يسقطون يوما، يعني لم يعني ترهقهم دمعة الطفل الذي يعني قتل اليوم ودمعته معلقة؟ لا أدري هي دمعة خوف أم دمعة ألم أم دمعة، يعني شيء مؤسف للحقيقة. في ظل كل ذلك ما زلنا يعني نريد إرضاء الحزب الفلاني بهذا المنصب وإرضاء الآخر بمنصب آخر. أتمنى ألا نجرم الحزبية. الحزبية في كل العالم شيء إيجابي، يصنع التغييرات داخل البلدان ويوجد نوع من الاستقرار للأوطان، لكن مشكلتنا هي نوعية هذه النخبة الرخيصة، متأسف لهذه الكلمة على الفضائية، لكنها فعلا نخبة رخيصة، قيادة كهلة غير قادرة مطلقا على أن توجد حلول على الأرض واقعية. للأسف هؤلاء من أولهم من يتحدث الآن عن الصراع هذا، كيف وصل إلى منصبه؟ أبلغوني أي شخص الآن في اليمن وصل إلى منصبه بدون محاصصة حزبية أو بدون تسلق استخباري أو تسلق معرفي أو علاقاتي أو حتى محاباة. المشهد للأسف، هذا المشهد الذي نراه الآن، ثلاثة أرباع من يتحدث بالقيم والمبادئ الذي يتحدث فيها ويبكوا على في الاتجاه الآخر لا يتحدثوا عن ما يحصل الآن في عدن مثلا. هؤلاء لا يستطيعون أن يتحدثوا الآن عن رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو حتى ما يحصل في الأرض الآن من محاصصة حتى في الرياض. للأسف نحن الآن يعني خيرنا كشعب بين الحوثي المجرم والمخلوع هو وابنه كمنقذين، وفي الاتجاه الآخر أيضا الحكومة والرئيس كمنقذين. لا نعرف حتى اللحظة من هو المجرم. للأسف هذا الوضع مؤذي ومؤلم جدا للضحايا. عليهم، أنا أتمنى أن يكون هنالك تدخل حاسم للرئاسة. هنا تأتي دور القيادة في كل العالم. القيادة ما هي وظيفتها؟ هي إصدار قرارات في الوقت المناسب. أما الانتظار حتى يزداد الشرخ داخل تعز، فعلى الرئاسة اليمنية أن تتدخل، ورئاسة الوزراء أيضا أن تتدخل، وزعامة الأحزاب السياسية الكهلة التي لا تستطيع حتى أن ترفع سماعة وتوصل نوع من الحلول بينها وبين كوادرها في المحافظات. إما أن يوجدوا حل، وإما أن يعترفوا بأنهم فاشلين. للأسف أنا هنا أعيدها للقيمية والمبادئ التي أقيمت عليها العملية السياسية ككل في اليمن. حتى اللحظة الجميع يعمل للأسف لمصلحة ذاتية، لمنفعة، ولا يوجد مطلقا صوت للناس الذي تدمى، يعني الذي يقتل في الشوارع. عليهم حقيقة، إن من أراد أن يقود اليمن إلى شيء فعليه أن يلتزم بما يعني يؤمن الناس، ويلتزم أيضا بالقيم والأخلاق التي تساعد أن توصل حلول لهؤلاء الضحايا على الطرقات. نعم، اسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد العزيز السنوي، وكيل محافظة تعز، عبر الهاتف من تعز أيضا. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. وبداية ضعنا في صورة الأحداث الدامية التي تمر بها تعز خلال الأيام الفائتة. حقيقة تعز تمر بأحداث دامية فعلا، خصوصا أمس واليوم. هذه الأحداث هي امتداد للحرب القائمة، امتداد الحصار القائم على تعز وعلى أبناء تعز. وهناك أيضا إشكالات وسيطرة قائمة فيما بين بعض أطراف ومكونات العسكرية في تعز. وهذه الصراعات أحيانا طبيعية تبرز، ولكن هي ظهورها لا تشكل ذلك الخطر الكبير الذي ممكن يهدد وحدة القوى السياسية والمقاومة والجيش الوطني.
بقدر ما احيانا افتعلة نتيجة حماقات بسيطة من جانب شخصيات معينة. هذه الا انها لذلك يعني تؤثر الى حد ما في لدى ابناء تعز بشكل عام. يعني ابناء تعز جميعا يفضلوا ان تكون ان تعيش تعز حاله من الهدوء وان تعيش تعز حاله من التعاضد والوحده والقوه في مواجهه ميليشيات الحوثي الفاشي. هذا ما يفترض أن يكون عليه الأمر. يعني أنت تتحدث عن تجاذبات تقول بأنها ليست خطيرة، لكن هناك من يرى أنها تمثل خطرا على يعني أمن تعز، على وحدة الصف في تعز. يعني حدثنا عن هذه النقطة، خاصة يعني بوجود بيانات تم تداولها لجهات حزبية وسياسية، ما الذي تعكسه برأيك؟ هنا بقول له فعلا هذا الشيء طبيعي ان تحصل خلال الخلافات، ولكن هي في الاخير لا تفقد وحده تعز واستقراره. ففي احتواءات تحصل لكل لاي ظاهره تبرز، وهذه الاحتواءات هي بالتاكيد انها تحد وتفرمل من كثير من الاحماقات. فمساله فموضوع ال 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 الثورات السياسيه اللي برزت امس وقبل يومين المرمى مسألة طبيعية. كان غياب يعني سفر الأخ المحاضر بالمفاجأة لغرض العلاج أجى يعني ترك بعض الفراغات، ترك بعض القضايا اللي كان يجب أن يرتبها قبل سفره، والأمر الذي انعكس عن ما سمعت له في الأمس. فأيضا ما سمعت له في الأمس هو شيء طبيعي، فكان اجتماع للوكلاء ثلاثة، وكانوا الوكلاء الثلاثة توصلوا إلى معالجات لمواجهة الأوضاع القائمة وترتيباتها، وتحمل مسؤولية ترتيب الأوضاع على المستوى الإداري وعلى المستوى المالي وعلى المستوى الأمني إلى آخره يعني. فحصل مفاجأة أمس في اجتماع مباشر، يعني في اجتماع للجنة الأمنية، وكان في إطار اللجنة الأمنية طرح بعض المقترحات بطلب تفويض من الأخ رئيس من الأخ قائد المحور، بطلب تفويض للأخ عارف جامل أحد زميلنا ليتحمل ليغطي لينوب المحاضرة في أبو. ولكن كان هو في الرد المباشر أنه هذا الامر لا يعني للسلطه الامنيه، يعني لقيادة اللجنه الامنيه العليا، بل يعني السلطه المحليه نفسها. ممكن من حق المحافظ هو نفسه الذي يقدر ان يحدد ويعين من يلوبه في غيابه. وحصل سوء تفاهم ومهاترات شويه، لكن في الاخير تجد اليوم قد هدأت الامور الى حد ما، وهذه المهاترات المناقشات اللي قد تبرز ما بين حين واخر هي في الاخير بين اطراف كلها حريصه ايضا على وحده الصف وعلى وحده امن واستقرار تعز في كل الاحوال يعني. نعم. فما حصل من المناقشات وما حصل من مهاترات الى حد ما. نعم، شكرا جزيلا لك. هذا ما هو حاصل. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ محمد عبد العزيز الصنوي كل محافظه تعز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عوده اليك استاذ نبيل، يعني بعيدا عن هذه المناكفات التي حدثت والتي ربما تحدث نتيجة غياب محافظ تعز وعدم يعني تعيينه من ينوبه، دعني أسألك أستاذ نبيل، يعني لماذا يعني تعود الميليشيا لقص المدنيين بحدة كلما بدأ الحديث عن عودة لطاولة المفاوضات؟ يعني هناك من يستغرب أنه بالتزامن مع زيارة ولد الشيخ زادت حدة القصف في تعز، مع أن ولد الشيخ يعني لم يتحدث عن ما يحدث في تعز، ربما هي لا تعنيه من أساسه. حقيقة أريد أن أنبه أيضا أن كل هذه الأحداث حصلت بالفعل بعد ما حصل في أو ما يحصل الآن في عدن. يعني الوضع لم يكن جديدا، وعلى الأحزاب السياسية أيضا التي تحاول أن تحرك المشهد في تعز أن ترقب يعني أو تنظر للوطن كوحدة واحدة، ليست بفعل أو تحاول أن تستجيب للضغوطات الدولية من عدة دول. الاتجاه الآخر أيضا في مسقطيب، يعني
بشكل عام أنا حقيقة لا أستطيع مطلقاً، ما زالت حتى اللحظة الصور في رأسي لهؤلاء الضحايا، حتى اللحظة لم نستطع حتى أن نصل إلى كلمة واحدة في حق هؤلاء الضحايا. للأسف لا يوجد سياسي واحد يجلس مع ابن عمر ويتحدث عنه. صدقيني أنها الشيخ. أسهل مما تتخيلي الجلوس ولد الشيخ عفوا. هل معقول بأن هذه الصور لا تصل إليه الآن؟ لا، هل معقول أنه لا يوجد الآن سياسي يأخذ السماعة ويرفعها ويتحدث بحدة مع ابن على ولد الشيخ على هذه الآلام؟ أنا حقيقة جدا مستغرب. أنا والله المشهد للأمة التي خرجت وطفلها في يدها إلى الآن يلف في رأسي من منذ أن رأيته. لا يمكن هذه ليست سياسة. عندما يرى الضحايا على الأرض لا يمكن لأحد أن يمارس لا سياسة ولا حقوق ولا إعلام. المسألة أبعد من ذلك بكثير. نحن الآن نعاني لهذه النخبة السيئة التي لا تفكر إلا في المحاصصة. حتى اللحظة هذه النخبة تتشارك كلها، حوثيين وصالح وإصلاح ومؤتمر وكل وناصري واشتراكي، الجميع الآن يتحاصص هذه البلد، يتحاصص هؤلاء المساكين. كوليرا، لا أحد يتحرك أبداً. الآن الأرض كلها معارك، لا يوجد أبداً أي تحرك سياسي. الجميع حتى في هذه اللحظة القيادات السياسية في أماكنها تزوج أولادها وبناتها. كيف استطاعوا أن يصلوا في لحظة ليست طيبة لهذه البلد أن يوصلوا هؤلاء للحكم ويمسكوا أحزاب سياسية؟ هل معقول لا يوجد الآن لدى شباب الأحزاب السياسية من يذهب لمسؤوله السياسي ويقول له توقف أو اعقل؟ معقول حتى اللحظة لا يستطيع أحد يتحدث مع هذه الاستخبارات الموجودة في الإمارات وفي السعودية ويقول لهم اعقلوا، الوضع في اليمن أصبح لا يطاق؟ يا جماعة لا، غير معقول. هذا كلام غير معقول. نعم، إذن يعني أستاذ نبيل أقدر انفعالك، يعني المسألة ليست بالهينة. يعني ما نستغربه كما تفضلت، يعني لما لا يتم الحديث بشكل واضح مع ولد الشيخ الذي ذهب إلى صنعاء ليتحدث عن فتح مطار صنعاء وتحرير وعدم تحرير ميناء الحديدة؟ لم نجد أحدا يعني يتحدث أو ينتفض لكل الضحايا الذين يعني يسقطون في تعز. هذا الصمت أستاذ نبيل، يعني هناك من يفسره أنه يعني طالما أنا أكل وأشرب ومرتاح وأولادي في المدارس والحياة حلوة زي ما بيقولوا وراتبي مستمر، يعني لما أشغل نفسي بما لا يعنيني؟ وربما يعني يؤسفني أن أطرح مثل هذه الفكرة. الكثير ممن نعرف بعيدون تماما عما يحدث في تعز، مما يحدث من أوبئة في صنعاء، مما يحدث من كوارث بيئية وإنسانية في بقية المحافظات. أين يمكن أن تصل اليمن بكل هذا البرود، سواء من السلطة الشرعية، من القسوة والدمار الذي تسببه ميليشيا الحوثي وصالح، من الصمت الحقوقي والدولي، وأيضا يعني استغراب لموقف التحالف الذي لو كان يريد أن يحرر اليمن كما يقول كان حررها خلال شهرين أو ثلاثة. للأسف العملية الحزبية قامت في اليمن على شيء واحد، هو المنفعة الذاتية. ثلاثة أرباع العاملين في العمل السياسي هم قادمين من إما من الإعلام أو قادمين من القانون أو حتى قادمين من أبعاد أخرى. للأسف هؤلاء لا يتحركون إلا بالمنفعة الذي استطاعوا أن يعملوها لسنوات. حتى اللحظة أعتقد بأن هنالك مشكلة أخلاقية وقيمية لدى العملية السياسية اليمنية. للأسف حتى اللحظة لا نجد هنالك من يتحدث عن الضحايا. لم يصل أحد عن طريق الحديث عن آلام الناس للعملية السياسية. الجميع ظهر، حتى الشباب الثورة الذي كان يتكلم بغضب ويتكلم كلام الشارع. نحن نتحدث بكلام الشارع، نحن نتكلم بآلام الناس الموجودة على الأرض. يجب أن تصل إلى هؤلاء الساسة، يجب أن تكون هذه اللغة موجودة حتى عند الملوك. لا يوجد، لا مطلقا لا يجب أن يدخل سياسي الآن على أحد الشيوخ ولا على عهد هؤلاء الملوك ولا يتحدث أمامهم عن معاناة تعز. هل معقول الآن الجهة الجنوبية في تعز لا يستطيع؟ للأسف سقط الاتصال وأنت تتحدث بكل مصداقية عما يحدث في البلاد. أستاذ نبيل البيضاني شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من السويد. ربما أختم ب رسالة أوجهها لكل من يعنيه الأمر وكل من هو يعد مسؤول أمام الله عن
كل هؤلاء الذين يسقطون من المدنيين، دمعة الطفل التي أبت السقوط اليوم وهو جثة، يعني يجب أن تقض مضاجعكم وتوخذ ضمائركم إن كان ما زال لديكم ضمائر. شكرا جزيلا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.